ماكس، تلقيت مكالمتك، ما الأمر؟ ساعدنا يا فيل، لقد اختفى بن، بحثنا عنه كثيراً. ربما انطلق في مغامرة كعادته، لكن فترة غيابه طالت، لا يغيب هكذا أبداً. كان يخاف من خياله، لكني لا أظنه اختفى بسبب هذا. فهمت، لكن لا تقلقا، لدي طريقة مفيدة، اتبعاني. واو، لن تستخدم الأنتنة لإحضار بن، صح؟ بالطبع لا، لكنها تساعد في استعادة الأحداث. لا أفهم ما يقوله. أوه لا شيء، مجرد خواطر علمية. منذ كان بن يواجه بالكاكس، كنت أتتبع الأومنيتريكس لدراسة قدراتها، وخلال أبحاثي اكتشفت أن الساعة تبعث ترددات حتى حين لا تعمل. سنستطيع تتبع بن من خلال الترددات. ها، نجحت. يبدو أنه في سويسرا. سويسرا؟ كم هو عنيد وبعيد. مرحبا. نعم، عرفت موقعه. لا يبدو أنه بخير. لماذا جمعتنا هنا فوريفر نايت؟ كل واحد في هذه الحجرة لديه موهبة أحتاجها وستساهم في تحقيق خطتي. كيفن الفضائيون، فين الإخلاص، تشارم كاستر أفكارك. لم يعد لدي سوى هذه بعد أن ضاع كتابي. مستر بيليونز الثراء. النقود تفوز. سايمون الدرع الواقية. أهلا بك يا فوريفر نايت، أتعرف أن الدرع الواقية تعد وقية؟ ورحبوا بالعضو الجديد، سمع الكلام أخيرا وانضم إلينا. ماذا؟ أشم رائحة غرباء. بطلايا بنفس الحجرة؟ هذا رائع. هل تصدقه؟ تعرف أنه سينقلب علينا في أقرب فرصة. اهدأ يا كيفن، هناك أسباب جعلته ينضم إلينا. حسناً بن، أخبرنا إذن، لماذا سنثق بك؟ لأن جدي وجوان لا يثقان بي. ماذا؟ وما معناه بالنسبة لنا؟ كفى يا كيفن، جاء بن معنا ليكتشف قدراته. حان وقت البدء. حسناً، نحن تتبعنا فوريفر نايت طوال الأشهر الماضية. من هم نحن؟ ركزي على المهمة يا جوين. بفضل تحرياتنا توصلنا لتكوينه فريقاً بمواصفات خاصة. نحن لا نعلم سبب ذلك حتى الآن، لكن أؤكد لكما أن بن في سويسرا مدام فوريفر نايت هناك بمعمل في جنيف. ما خطته يا ترى؟ لست متأكداً، لكن سنعرفها وسنوقفه. كيف سنواجه فوريفر نايت وفريقه؟ لا نملك ساعة مثل بن. لا تقلقي، جاهز للمواجهة. كنت أجهز شيئاً وأنوي اختباره. حقاً؟ حقاً، ها هو، انظري. ماذا؟ أتمزح معي؟ اضغطيه. رائع جداً، أصبح لدي قوى خاصة. هاي فايف. انتبهي جوين. أسفة جدي. ها قد وصلنا، تعرفون ما عليكم. نعم، ولا تحاول التلاعب يا تينيسن. لم أعرف متلاعباً غيرك، هذه صفاتك. ستسمحين لي بالدخول أم أدخل بطريقتي؟ أوه، تفضل. ها، فعلاً؟ بهذه السهولة؟ شكراً، تبرع أبي بمبلغ كبير. تفضل بالدخول أمامي. هنا ستكون بداية مهمتنا؟ بالفعل.